أكد عضو مجلس السيادة في السودان الهادي إدريس أن جميع القوى السياسية بكافة أطيافها تطالب بإيقاف الصراع في السودان، مشيرا إلى أنها تعمل في جبهة وطنية موحدة لمجابهة الحرب وتداعياتها. تأتي هذه التصريحات فيما تحتضن أديس أبابا اجتماعا للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ومن بينها قوى الحرية والتغيير لبحث سبل وقف الحرب في السودان. ينضم إلينا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. جابر، نطلع منك يعني على ما يمكن أن يرجح عن هذه الاجتماعات للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في هذا الوقت. كارولينا، الاجتماع يستمر ليومه الثاني في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لقوى سياسية مكونة من قوى الحرية والتغيير، الجبهة الثورية، الاتحادية، الأصل الشعبي ومجموعة من الحركات المسلحة التي مثلت أحزاب في السودان في الآونة الأخيرة. هذا الاجتماع يأتي طبعا بموضوعات أساسية جدا، وأولها هو عملية إيقاف الحرب. تم النقاش حول ذلك الأمر منذ الأمس لفترات طويلة بين هذه القوى التي تقول أنها أيضا لم تجتمع لفترة طويلة وأن لديها كثير من الأفكار المتباعدة كانت، لكن هذه الحرب جعلتها تتفق ربما صوب اتجاهات محددة، أولها وبطبيعة الحال وقف الحرب، وثانيها والذي يتم النقاش فيه اليوم بشكل كامل هو يعني القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية بشكلها الأشمل. تدرين أن أكثر من 3 ملايين منهم من نزح، أكثر من 1,400,000 شخص فروا من ولاية الخرطوم، أكثر من 800 شخص فروا خارج السودان نتيجة هذه الحرب، ومن تضرروا هناك بشكل كبير داخل العاصمة وفي ولايات أخرى مختلفة. ولذلك فإن هذا الاجتماع يناقش تحديدا هذا اليوم الوضع الإنساني بشكل كبير وإمكانية معالجة ذلك بإشراك المجتمع المحلي والدولي ومناشدة كافة الأطراف للتدخل لإيقاف نزيف هذه الحرب التي امتدت لأربعة أشهر حتى هذه اللحظة. وإذا ما استمرت هذه الحرب سيتم استنزاف الموارد والخدمات الأساسية التي توقفت، خاصة المتعلقة منها بالقضايا الصحية والتعليمية، إضافة إلى ضعف المساعدات الإنسانية التي يقول السودانيون أنها لم تصل إلى كافة مستهدفيها. شكرا جزيلا لك على المتابعة من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. شكرا جزيلا.